طيب خلينا نتكلم كمان عن حاجة شائعة بين الناس، وهي الظفر المغروس، وهذه بتحصل بين النساء أو المراهقين أيضا. إيش أسبابها؟ هل هي وراثة أم هل هي طريقة قص الأظافر بتكون بطريقة خاطئة؟ هو دوما الظفر المغروس يكون بسبب قص الظفر بالطريقة الغير صحيحة. كثير أشخاص إذا راح يقص الظفر يقص حواف الأظافر، وبعدين يحرص أنه يشيل الزوائد من هنا من الظفر، فنتفاجأ مع الوقت أن الظفر ينغرس ويدخل ما بين يدخل داخل الجلد. فمع الوقت ومع لبس الأحذية الغير مناسبة يكون الحذاء ضيق، فإذا كان الحذاء ضيق يسبب ضغط عالي، فمنها يتكون الظفر المغروس. احنا ما ودنا نقول الأشخاص الغير مختصين في بعض الحالات، كثير ناس يروحون لهم عشان يقصون أظافرهم على اعتقاد أنهم هم الأشخاص المناسبين، مع الأسف هذا جدا خاطئ. طب إيش الطريقة الصحيحة يعني؟ الطريقة الصحيحة أنه احنا ما نقص الظفر بشكل مستدير. بعد ما تقص الظفر نجيب مبرد، المبرد حق الأظافر، ولازم نبرد الظفر من فوق لتحت ونبرد الحواف عشان نتيقن على يقين تام انه ما في انغراس للظفر للداخل، انه ينمو بشكل مستقيم. انه ينمو بشكل مستقيم. كثير ناس يعانون من زوائد جلديه تكون ما بين الظفر وما بين الجلد، فيروحون او يستخدمون ادوات حاده عشان يشيلونها، وهذا غير صحيح. ممكن احنا الزوائد الجلديه نتخلص منها باستخدام زيت الزيتون او زيت اللوز او اي زيت بس يكون ما في مواد عطريه، والترطيب فقط ما بين الظفر وما بين الجلد، بإذن الله مع الوقت راح نتخلص من جميع الزوائد الجلدية.